في الواقع تأثرت بشخصية والدي. كان لشخصية والدي تأثير كبير في تحديد دراستي، فاخترت القانون. أنهيت طبعا الثانوية العامة في غزة والتحقت بكلية الحقوق جامعة القاهرة. من مدينة صغيرة اللي هي مدينة غزة إلى مدينة القاهرة الكبيرة العريقة، الحياة مختلفة. طبعا نقلة كبيرة لفتاة صغيرة في هذاك الوقت، وكانت صعوبة الدراسة في ذلك الوقت لأنه كانت بعد سقوط غزة ب67، فكان الاتصالات مع الأهل، ما فيش اتصالات، فكل كان همي هو الدراسة، فاجتهدت كتير في الدراسة وتفوقت في كافة المراحل. وبالطبع لأنه دراستي في القانون فكانت طموحاتي أن أدخل المجال القانوني. قبل 48 كان فيش فرق بين غزة والقدس، كل يوم كانوا بين غزة والقدس ويافا. كان يعني أبوي اشتغل، والدي في المحاماة، بعدين اشتغل في المحاماة، فتح مكتب في يافا وفتح مكتب في غزة. ومنها يعني كان صارت 48، كنا بدنا ننتقل على القدس، ولكن صارت حرب 48 فبقوا الأهل في غزة. تعلمت في مدارس غزة الابتدائية ثم الإعدادية ثم الثانوية. أنا يعني عشت في جو قانوني، في جو قانوني، لأن والدي فوزي الدجاني كان محامي كبير وكان معروف، وكان هذا، وكان إيش، كان يشدنا إلى العلم والثقافة والقانون. في الصف الرابع بتذكر كتبت موضوع إنشاء إني أتمنى أن أصبح محامية لأدافع عن بلادي في المجالات الدولية. خلصت الثانوية العامة، حصلت على معدل في الثمانينات، والأهل طبعا ظلهم مشجعيني على تواصل في مجال القانون. دخلت التحقت في جامعة الأزهر في كلية الحقوق، تخرجت في عام 2001. طبعا الأهل، الوالدة والوالدة كان لهم دور كبير، ما في حدا كان عندنا في مجال القانون من إخوتي. اثنين كانوا يدرسوا أطباء، وثالث مخلص أكاديمية عسكرية. أول قد كان الحنين إلى أشياء غامضة، كان الحنين إلى أشياء غامضة، ينأى ويدنو وينأى ويدنو، فلن نسيان يقصيني ولن تذكر يدنيني، فلن نسيان يقصيني ولن تذكر يدنيني، من امرأة من مسها